خلينا كده نقول بعض القواعد والحاجات الأساسية اللي تقدري إنك تزودي بيها ثقتك في نفسك، عشان مش أي كلمتين يهزوكي أو يجيبوكي أو يخلوكي مش عارفة تتكلمي أو مش عارفة تعبري عن وجهة نظرك أو كلمة مش عارفة تقوليها بسبب إنك فقد الثقة في نفسك. لأن الثقة في النفس من الحاجات اللي بتبان فورا على شكل الإنسان وعلى ملامحه وعلى لغة الجسد بتاعته قبل حتى ما بتبان على كلامه. عشان كده لازم كل واحدة تحاول إن طول الوقت يكون عندها ثقة في نفسها. الثقة في النفس بتيجي ازاي؟ ثقة في النفس بتيجي ان الواحد يكون من جوه عنده ثقة في نفسه. طب ازاي بقى اجيب من جواه بقى كده من معميع اكون مقتنعة ان انا عندي حاجات اقدمها او ان انا واثقة من نفسي؟ على فكرة مش شرط ان احنا نكون بنقدم حاجة، يعني دي من المعلومات الخاطئة، انه على حسب القيمة بتاعتي اللي بقدمها في المجتمع او على حسب الحاجات المادية اللي بعملها في المجتمع بتيجي ثقتي في نفسي. لا، عادي جدا، اهم حاجه تكوني انت شايفه ان انت بتزودي نفسك وليكي دور مع الدايره القريبه اللي حواليكي. دي اهم حاجه، يعني ابدا بنفسك وخليكي في الدايره اللي حواليكي في الاول. مش شرط نكون كلنا نغير الكون يا جماعه، ومش شرط كلنا نكون البنت اللي ما حصلتش اللي عماله تروح وتيجي وتعمل ونسيب البيوت الداخليه. مين اللي هيصلح عيوب اخواتنا؟ مين اللي هيصلح عيوب ولادنا اذا احنا طول الوقت بندور على الحاجات اللي بره؟ طب ازاي اكتسب الثقه في نفسي؟ اول حاجه واهم عامل من العوامل ان انت طول الوقت تكوني مقتنعه انك انت ليكي دور في الحياه وان ربنا سبحانه وتعالى خلقك ليكي فايده. ثقتك بنفسك بتيجي لما تبقي عارفه دورك وليكي هدف وليكي غايه بتشتغلي عشانهم. هتلاقي نفسك بتقوم الصبح نشيطه وواثقه في نفسك عشان انت عارفه انك انت النهارده بتحققي جزء من اهدافك اللي بتوصلك بعد كده للغايه بتاعتك الكبيره. فلازم تبقي عارفه انت موجوده ليه وهدفك ايه وغايتك ايه، حتى لو على مستوى الأهداف البسيطة اللي بتسعدك في يومك. الحاجات التانية اللي بتزود كمان الثقة في النفس انك انت تكوني عندك اطلاع وقراءة. وأقصدش هنا بالاطلاع والقراءة الاطلاع بتاع الفيسبوك، انك قاعدة 3-4 ساعات على الفيسبوك عمالة ايه تقلبي وتشوفي ايه احدث الاخبار وايه اخر المستجدات اللي موجودة. لا، القراءة والاطلاع يعني معلومة جديدة بتضفيها لعقلك، بتقرأي مقال، بتقرأي كتاب، كل الحاجات دي بتديكي تجارب اضافية وبتخلي عندك نظرة مختلفة للحياة، بتشوفي من واقع ومن رؤية ومن نظارة حد غير نظارتك ومن نظارة عين أو من عين غير عينك أنت، وبالتالي بتزود قدرتك على الكلام وقدرتك على الطرح وقدرتك على فهم الأحداث اللي بتدور حواليك. من الحاجات المهمة جدا لكل واحدة مهما كبر عمرها أن يكون لها هواية بتستمتع بيها. في ناس بتحب الرسم وبتعتبر أن هو ده هوايتها، وممكن تلاقيها تعلمته في سن كبير. افتكر زمان مرة وانا في الجامعة قابلت واحدة عندها 70 سنة وقالت لي انا بتعلم دلوقتي الخزف. انا حسيت ان انا اكتشفت نفسي على كبر ان انا بحب الحاجات دي وبدأت ان انا اتعلم فيها واجدتها، وبقيت هي كمان بعد فترة اللي بتدي كورسات فيها وهي شوف عمرها كبير ازاي. فالهواية بتحسسك انك ليكي قيمة وبتحسسك انك انت بتعملي حاجة حلوة. لما بتتخنقي بتروحي ترسمي، بتروحي تطبخي، بتروحي تحكي حكايات مع اولادك، على حسب ايه هي هوايتك نميها وثقي ليها، وطول الوقت تحس ان انت ليكي مكان يعني مميزة. إذا ذكرت مثلا، إذا ذكر الكروشيه ذكرت فلانة، ممكن تكون الهواية حاجة تانية، القص أو السرد أو أن أنت تغيري مود اللي حواليكي. في ناس كده قولك أنا بحب كده، بحب أن أنا طول ما أنا قاعدة أكون بأشعة بالطاقة الإيجابية. فشوفي إيه الهواية بتاعتك وحاولي أنك أنت تثقي ليها وتبقي صاحبة مهارة، تحولي الهواية لمهارة بالتعلم بتاعها. من الحاجات اللي لازم كل واحدة تاخد بالها منها المحيط اللي حواليكي. لو هو محيط محبط مهما عملتي في نفسك ومهما خدتي كورسات ومهما حاولتي ان انت تحسني من ثقافتك من دماغك من شكلك، هيفضلوا يحبطوكي. فلازم اصحابك يكونوا بيرفعوا ثقتك في نفسك، مش معنى كده ان هم يكونوا بيخدعوكي، بس الصح يتقال عليه صح والغلط يتقال عليه غلط. مش طول الوقت بيقولوا لك كلام يحبطك او يثبتك. الحاجه الثانيه، حاوطي نفسك بالناس الايجابيه، بلاش نسمع للناس السلبيه. مش بس بتكلم على محيط الاسره او محيط الصداقات، حتى على محيط العلاقات. العلاقه اللي بتحس ان انت بتضرك ما تسمعي خلاص، طلعيها من جنب التاني وخلاص. اهم حاجه ترفعي ثقتك في نفسك باللي يفيدك. لو في نقد اسمعيه، لكن يكون نقد بناء وما تكرهيش نفسك. احنا بنصلح التصرف، مش عايزين يا جماعه نحبط الاشخاص او نكره الناس في نفسها. احنا هدفنا اننا نصلح العيوب ونصلح التصرفات اللي بعد كده بتدخل على مستوى القناعات.
من الحاجات برضو اللي بتزود الثقة في النفس ان انك تبقي مهتمة بصحتك وبأكلك. وهنا لا بتكلم على التخن ولا بتكلم على الرف ولا بتكلم على السمنة ولا بتكلم على النحافة، انا بتكلم على الصحة، ان الانسان يكون زي ما بيقولوا كده فت في نفسه، يعني صحته حلوة، قادرة تقومي تعملي الواجبات اللي موجودة عليكي، قادرة تقومي تهتمي بنفسك، قادرة تقومي تمارسي حياتك الطبيعية، لان ده بيفرق فيكي وبيفرق في شكلك كتير جدا جدا. دي حاجات مهمة لازم كل واحدة تاخد بالها من نفسها، خصص لك وقت كده للاهتمام بنفسك، ده برضو هيديك ثقة حلوة جدا في نفسك ويحسسك بكتير من الطاقة الإيجابية اللي بتبقى بتظهر بعد كده عليكي وعلى تصرفاتك وعلى يومك وعلى حياتك.